جون بولتون مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي سابقا: يجب أن تثير الدعاية التي تقوم بها طالبان غضب كل الأمريكيين. كما كان متوقعا، لقد ولد الانسحاب الأمريكي إحساسا بالقوة لدى طالبان، وعلينا الآن أن نتوقع أن يبدأ طيف واسع من الجماعات الجهادية بالتخطيط لمهاجمة الولايات المتحدة انطلاقا من أفغانستان وهي تحت سيطرة طالبان. إن اعتقاد بايدن أن ذلك لن يحدث هو مجرد خيال. آرون ديفيد ميلر كبير باحثين في مركز كارنيجي: إرسال ويليام بيرنز للقاء برادار كان ضروريا. إذا كانت إدارة بايدن تريد أن تزيد ضمانات تأمين إجلاء آمن وفي حينه للأمريكيين والأفغان، وحدها طالبان يمكن أن تخلق فضاء آمنا للقيام به. كما أن اللقاء يبعث برسالة للجهاديين أن حكام أفغانستان الجدد لديهم خيارات أخرى. بن شابيرو مؤسس موقع The Daily Wire: المئات إن لم يكن الآلاف من الأمريكيين عالقون في كابل تحت رحمة طالبان وداعش والقاعدة. مئات الآلاف من الأفغان من حلفائنا يواجهون خطر القتل الجماعي. أمريكيون يسقطون قتلى وجرحى في كابل. الصين وروسيا تتحركان في أفغانستان. أفغانستان تصبح مجدداً موطن الإرهاب الدولي. الرئيس بايدن مسؤول عن كل هذا. يجب عزل بايدن. جينيفر روبن كاتبة رأي في واشنطن بوست: وسائل الإعلام الكبرى والمعلقون المحافظون الذين روجوا للحرب في أفغانستان يجدون صعوبة في إنكار أن الحرب كانت غير ذات جدوى منذ البداية. بالطبع هم يريدون أن يحافظوا على الادعاء بأنه لم يتم خداعهم وأن المشكلة هي في خطة بايدن للانسحاب من أفغانستان. جيفري دريسلر مستشار الأمن القومي السابق لرئيس مجلس النواب بول رايان: من الصعب تخيل كيف يمكن لداعش تنفيذ هجوم كهذا دون دعم أو تواطؤ من طالبان وحقاني. نقاط تفتيش طالبان في جميع أنحاء المطار، وأمن كابل الآن يدار من قبل شبكة حقاني، وهي مسؤولة أيضاً عن الهجمات الهائلة ضد الولايات المتحدة والحلفاء في العقد الماضي. كارولين روز رئيسة برنامج في معهد نيو لاينز: أتخيل أنه بعد سلسلة الهجمات التي وقعت في كابل سيكون لدى إيران حافز أكبر للاصطفاف مع أفغانستان التي تسيطر عليها طالبان لوجود مصالح مشتركة في مواجهة داعش.